السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتورة مروة الصاوي. نكمل مع بعض ساينس بريب 2. كنا اتكلمنا السيشن اللي فات عن مندليف تيبل، والنهارده هناخد موسلي تيبل. دي الساينتست موسلي عمل موديفيكيشن على مندليف تيبل، وقال انا برضو هعمل لها كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا اسيندنج اوردر، وكمان هغير بس هعمل موديفيكيشن بسيط على الاتوميك ويت. بدل ما هستخدم الاتوميك ويت، لا انا هعمل كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا اتوميك نمبر، يعني كل element increases by one from the preceding element in the same period. وكمان عمل ايه؟ add الزيرو جروب اللي هو الانرت جازز اللي بتكون موجوده in the right side of the periodic table. The other elements that were discovered after the preparation of Mendeleev for his periodic table. يعني ايه الكلام ده؟ يعني باقي elements اللي هو اكتشفها زيادة عن اللي اكتشفها مندليف. ما هو مندليف قال ان هما ايه؟ 67 elements. لا، ده بقى قال ان في other elements موجودة اكتشفها فعلا بعد مندليف ما عمل البريوديك تيبل. طيب، هي سبيسيفاي بليس بلو ذا تيبل، يعني ايه؟ يعني هو خصص مكان تحت في التيبل من تحت، اللي هو ده، اللي هو ده كده سماه. بص هنا اسمه ايه؟ لانسنر. اسمه ايه العنصر ده؟ اسمه لانسنا. ماشي. فهو لما سماها قال ان دي اسمها اللانسي. لا انت فيك حاجه بقى، هو فيها لانسي نايتس وايه واكتي نايتس، على حسب الاسم بتاع الايه، اول عنصر بتاع اول إليمنت. اول إليمنت هنا اسمه لانسن، فسماها حتى بالعربي اسمها اللانسي دات. ماشي، لانسي نايتس. وهنا سماها اكتي نايتس، يبقى اللانسي نايتس واكتي نايتس. ليه حطهم تحت بقى في التيبل من تحت؟ ده بقى اللي انا هقوله لك دلوقتي. شايف العلامه دي، النجمه دي، وشايفه النجمتين دول؟ المفروض النجمه كان يتحط مش كلها باللون الايه؟ الفوشيا كده. برضو هنا قال لك لازم كل دول يتحطوا في الايه؟ في الكارد دي. بس انا لقيت ان مفيش مكان، هحطهم ازاي كلهم هنا؟ فانا هعمل على دي ستار، وهبدا اكتب بقى كل العناصر بتاعه الستار دي بلو ذا تيبل. دي اللانسي نايتس. اما الاكتي نايتس كان المفروض كلهم اللي هم باللون الريد دول كان يبقى موجودين في المربع ده، بس ما لقاش مكان فقال لك لا هننزلهم، وسمى المجموعه دي كلها لان هي كلوزلي توجذر ان بروباريتس، يعني قريبه جدا في البروباريتس بتاعتها، فسماها ايه؟ سماها لانسي نايتس على اسم اول عنصر هنا. وتاني واحد سماه الاكتي نايتس على اسم اول برضو اليمنت فيها، وده كان المفروض يكون ايه؟ يكون موجود في الايه؟ في الكارد ده. خلاص؟ مفهوم لحد دلوقتي؟ ملك لانسي نايتس، ودي اسمها اكتي نايتس، يبقى كلها مشتركه مع بعض في ايه؟ في اخر جزء منها او برد منها نايتس، وهنا برضو ايه؟ نايتس. هنا لانسي او لانسا، وهنا ايه؟ اكتي. يبقى لانسا نايتس واكتي نايتس. احفظ بسهوله كده وابقى عارفه ان هي على اسم اللانسيوم، عنصر اللانسيوم او الاليمنت اللي اسمه اللانسيوم، يبقى اسمها لانسي نايتس، وهنا اسمها ايه؟ اكتي نايتس. طيب ندخل بقى على المودرن بريودك تيبل. ده بقى اللي هو النهائي، هو ده كده اسمه ايه؟ المودرن بريوديك تيبل. ليه منظر تاني برضه لازم تشوفيه، هو ده، او ممكن نعمله بلاك كده عشان يبقى اريح للعين. خلاص، هو ده المودرن بريوديك تيبل. ماشي، قال فيه ايه بقى؟ ذا ريسنت ستادز، يعني الدراسات الحديثه، ليد تو، ادت الى
the identification of the accurate composition of the atoms. يعني ايه؟ يعني التعريف بالaccurate composition اللي هو التركيب المظبوط جدا بتاع ايه؟ بتاع الذرة. لكل ذرة او اتوم بيبقى ليها composition ولازم يكون accurate. هناخد دلوقتي ايه composition بقى بتاع الاتوم ده؟ هناخده دلوقتي. ده مش ماشي؟ بور اسمه ايه؟ اسمه بور. يبقى احنا خدنا لحد دلوقتي كام عالم؟ نراجعهم كده. مندليف قبل موسلي كان في مين قال ان البروتون بوزيتيف تشارج اسمه رازر فورد. ماشي يبقى كده مندليف وبعديه على طول رازر فورد وبعد كده خدنا موسلي وبعد موسلي مين بور. خلاص يبقى العالم بور ده عمل ايه بقى؟ ديسكفرد اكتشف ايه؟ ذا مين انرجي ليفلز مستويات الطاقه الرئيسيه. ذا مين انرجي ليفلز سمعت الاسم ده قبل كده؟ مسمعتوش؟ ها هو كي ال ام ان برافو او بي كيو اهو كي ال ام ان او بي كيو. فهو كده بيعمل توزيع لايه او بيعمل كونفجريشن ايه؟ لا 7 ده مين اللي قال ايه دول؟ بس هم 7 انرجي ليفلز هو عددهم 7. فاتقل ذره ان ذا هيفيست نون اتومز اتقل ذره موجوده بيكون فيها 7 ايه؟ انرجي ليفلز 7 انرجي ليفلز. يبقى اسمهم المين انرجي ليفلز. طب ليه اسمهم المين؟ ليه اسمها مستويات الطاقه الرئيسيه؟ ليه؟ ليه مين؟ ما قلتش سب ليفلز لان في بيتفرع من كل واحد من دول سب ليفل. سب ايه؟ ليفلز. يعني هقول لك مثلا الكي ده مستوى طاقه نمبر 8 يعني الليفل الليفل نمبر 8 1 هيتفرع منه 1 سب ليفل. طب ده الليفل نمبر كام؟ 2 هيتفرع منه 2 سب ليفلز. طيب 3 يبقى هيتفرع منه 3 سب ليفلز وهكذا. يبقى السب ليفلز عددها نفس عدد ايه؟ الليفل نمبر. ماشي هناخدها لسه كمان شويه بس اللي عايزاكي تعرفيه دلوقتي احنا بنتكلم على المين انرجي ليفلز. المين انرجي ليفلز دي اللي هي مستويات الطاقه الرئيسيه بيكون عددهم 7 فروم كي تو كيو يعني من اول كي لحد كيو. In the heaviest known atoms يعني ايه؟ في اتقل ذره موجوده او معروفه. طيب scientists discovered that each main energy level consists of definite number of energy sub sub levels. احنا كده اتكلمنا على المين energy levels واتكلمنا على الانرجي sub levels. مين اللي قال بقى الانرجي المين انرجي ليفلز ليها انرجي سب ليفلز؟ مين؟ بور. هو اللي قال على الموضوع ده. لو تفتكري كان في واحد في الاول خالص قال برضو ان 1 اللي هو ال 1 بيتفرع او بيطلع منه 2 سب ليفلز برضو اللي هو ايوه مندليف اللي هو ايه؟ وبي. فده بور جه غش منه الحته دي. قال له طالما انت قلت بقى ان في حاجه مين وبيطلع منها سب ليفلز كده فانا كمان هقول ان هغش منك الحته دي واقول ان المين انرجي ليفلز برضو كل واحد منهم هيطلع لي سب ليفلز. طيب السب ليفلز دي انا قلت لك ان عددها زي عدد مين؟ زي عدد الليفل نمبر. يعني هنا واحد هيطلع منه 1 سب ليفل، هنا 2 هيطلع منه 2 سب ليفل وهكذا 3 يبقى 3 سب ليفلز. هناخد بقى ايه هم السب ليفلز دول بس ايه هناخدهم دلوقتي بس هنشرح دي بقى. The elements were reclassified in a new table known as the modern periodic table. هو اللي احنا لسه شايفينه قدامنا هنا ده اسمه المودرن بيريوديك تيبل. ماشي in which the elements are classified in an ascending order. يعني برضو كلهم خلي بالك كل الساينتستس
قالوا ان احنا هنعمل البريودك تيبل اسندنج اوردر، يعني من الصغير للكبير. ماشي، اكوردنج تو. طب على حسب ايه؟ على حسب الاتوميك نمبر، مش الاتوميك ويت بقى. لا، يبقى ده بور مشي على نفس اللي قاله مين؟ مسلم. مسلم قال ان احنا هنعملها على الاتوميك نمبر، وبرده بور جه قال برده هنعملها على ايه؟ على الاتوميك نمبر. طيب، بس بور جه زود حته بقى، قال لك بس انا هعمل فيلينج للانرجي سب ليفلز دي، انا هملاها بقى. انت عملت بقى ايه؟ انرجي ليفلز 7 انرجي ليفلز، وعملت كمان سب ليفلز، انرجي سب ليفلز. يبقى انا عملت ليفلز اصليه وعملت منها ايه؟ فروع. يبقى فيلينج ذير انرجي سب ليفلز وذ ايه؟ وذ الكترونز. يبقى هعمل لها امتلاء بالالكترونات. ماشي، نيجي بقى نشوف ايه هي بقى السب ليفلز دي. احنا قلنا هناك ان الفيرست بيبقى ليها ايه؟ 1 سب ليفل. مين هو بقى ال1 ده؟ اسمه ايه؟ وقلنا هنا ان ال2 اللي هو ال ده هيكون ليه ايه؟ هيكون ليه 2 سب ليفلز، لان هو المستوى الثاني. طب والام ده السير ده، صح؟ السير ده يعني 3، يبقى هيبقى ليه اس بي دي. لا، في غش كده يا عم. طيب الفورس هيبقى ليه ايه؟ اس بي دي اف. يبقى هنا اس اس بي اس بي دي، وبعدين اس بي دي اف. عارفه انا لو ناديت هدى من كتر ما انا شرحت الكلام ده في ثانوي اللي بتوع الكيمستري، هدى حافظاها دلوقتي. بص بقى هحفظها لها ازاي. 1 اس 2 اس 2 بي 3 اس 3 دي 4 اس 3 دي 4 بي. فبصي الموضوع ده هيفيدك جدا جدا حتى بعد كده. ايه؟ هي يقول عليه، بس انا مني بقى كنت بشرح وقدامها كتير بقى كيمستري وكده، فبقت هي حافظاها. 1 اس 2 اس 3 اس 3 بي 4 اس 3 دي 4 بي. فيعني سيبك بقى من اللي انا بقوله ده عشان ده بتاع ثانوي، بس مهم جدا ان انت تعرفي البيزك، لان دي الحاجات الاصليه. بعد كده اللي هتاخديه بعد كده بقى هيبقى ايه؟ هيسهل بقى الكلام ده خالص. فانا دلوقتي يبقى بصي، ادي الاس ده مرتبط بمين؟ بالكي. يبقى الكي ده الفيرست هيبقى معاه اس. طب ال هيبقى معاه اس وبي. طب الام هيبقى معاه 3، لان هو الثالث، المستوى الثالث هيبقى معاه 3. مين ومين؟ الاس دي ثابته خلاص، والبي خلاص هتبدا تثبت معاه، هيتبقى واحد هيتضاف عليهم اللي هو مين؟ اللي هو الدي. طيب الان هيبقى 4 خلاص. يبقى عندي اس بي دي، هزود واحد بقى هنا اللي هو مين؟ الاف. يبقى اس بي دي اف ده المطلوب منك تحفظيه، ان هما الفرعيين اسمهم ايه؟ اس بي دي اف. اس بي دي اف دول الفرعيين. طيب هيفيدني في ايه بقى؟ هيفيدني في الكونفيجوريشن، لما اجي اعمل الكترونيك كونفيجوريشن. المهم ان انت فهمتي كل واحد فيهم بيبقى بياخد الشيء اس ال اس بي الام اس بي دي، وبعد كده الان ازود اف. وهم 4 مستويات بس اللي انا بوزع فيهم سب ليفلز. ماشي، وهنعرف ليه برضو دلوقتي. ليه ما كملتش لحد الكيو ان او بي كيو؟ صح، ليه ما كملتش برضو هنعرف ليه. ماشي، طيب اتش مين انرجي ليفل consists of number of energy sub levels equals to its number، يساوي النمبر بتاعه. The number of known elements، عدد العناصر المعروفة في البريودك تيبل كله أو الإليمنتس عددها كام؟ 118 خلاص؟ 118 إليمنت. طيب مقسمين لإيه بقى؟ مقسمين لـ 92. دول موجودين في الـ Earth Crust، يعني في القشرة إيه؟ Earth's Crust، يعني في القشرة الأرضية. طيب ده 90. طب والباقي؟ زرست يعني باقي العناصر بقى بتكون موجوده في ايه؟ بتصنع ارتفيشالي. ماشي، ارتفيشالي اندر سبيشال كونديشنز، يعني بتبدا تتصنف
صناعيا او تصنع ماشي تحت ظروف خاصه، يعني في درجه حراره عاليه، في درجه حراره منخفضه قوي، على حسب كل اليمنت بيبدا يحتاج ظروف ايه عشان يبدا يتصنع فيه، بيبداوا يجهزوا الكونديشنز دي عشان يبداوا الايه الصناعه بتاعه الاليمنت ويبداوا يصنعوا. يعني كل العناصر دي 180 اليمنت خلاص. ده عدد 92 دول موجودين فين؟ في الايرث كراست. كراست زي مين؟ زي الصوديوم بوتاسيوم الومنيوم كل الحاجات دي، كالسيوم، كل الحاجات دي بتبدا ان هي تكون موجوده فين؟ والكربون، النيتروجين، الاكسجين ماشي؟ النيتروجين والاكسجين طبعا والفوسفورس الحاجات دي كلها موجوده في الايه؟ في الاير ماشي؟ طيب والباقي طبعا بنصنعه ارتفيشالي اندر سبيشال كونديشنز. The recently discovered elements don't exist in nature، يعني مش موجوده في الطبيعه، يعني الحاجات اللي اكتشفوها او العناصر اللي اكتشفوها مؤخرا ما هي مش موجوده في الطبيعه. But they are prepared artificially، ولكن هم بيصنعوها from other elements. They are radioactive elements whose nuclei بتبقى عناصر مشعه. العناصر المشعه دي هي بيبداوا يشوفوها في ايه؟ في اقل من سنه. ماشي؟ طيب نقدر نلخص بقى الايه اللي احنا خدناه ده. احنا قلنا ان احنا عندنا element classification. element classification ده كان مندليف بريودك تيبل ومصري بريودك تيبل ومودرن بريودك تيبل، وقلنا ان كلهم بيبقوا ascending ايه؟ ascending order، يعني لازم يكونوا ترتيب ايه؟ تصاعدي من الصغير للكبير. according to مين؟ their atomic weight و their atomic numbers. ده مين اللي عملها atomic number؟ ده مسلم. طيب والمودرن برضو قال atomic number بس زود عليها حتة اللي هي المين energy levels وكمان الانرجي sub ايه؟ sub levels، ولازم تكون filled with electrons، لازم تكون مليانة electrons. اما الاخ مندليف طبعا كلهم ما خدوش بكلامه وقالوا الاتوميك weight غلط. نبدا بقى ان شاء الله الحصه الجايه. ده طبعا البريودك تيبل، هو طبعا جايبهولك على اساس الشرح يبقى عليه، يعني او ان انت لو عايزه ترجعي اهي لانسنايتس اكتينايتس تعرفي كل حاجه. ان شاء الله من اول السيشن اللي جاي هناخد الاس بلوك، البي بلوك، الدي بلوك، الاف بلوك. عشان كده اتسمت السب ليفلز اس بي دي اف دي. ادي الاس، ادي البي، ادي الدي، ادي الاف. هنعرف بقى تفاصيل الكلام ده السيشن اللي جاي ان شاء الله. ماشي؟ هنبدا نذاكر.